السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل تحدي جامد جدا، هنعمل 200 فخ بتاع هيكل العظمية وصعد صعيدة الأبطال 100 توصل للملك. تمام، دلوقتي هنبدأ دلوقتي التحدي ونشوف رأيكم فيه. أول حاجة هنحط صعيدة أبطال واحدة نجرب نشوف هتوصل لغاية فين. طبعا زي ما احنا شايفين كل ده بيجري وراها ومش عارف يوصل لها، ربنا يكون في عونك يا ملك قبل ما توصل لها. تمام، وأكيد 100% وهيموت دلوقتي. دلوقتي هنحط 99 اللي صيادة الأبطال الباقيين ونشوف هيوصلوا فعلا. تمام، وبالفعل وسطه بيضربوا عليه دلوقتي، وبالفعل يعني الملك مات بسهولة. تمام،